السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع بولجن وازاي ان احنا نقدر نعمل سبليت او نعمل ميرش. اول حاجة اعملها ان انا هعمل لير عشان احط فيها الشغل بتاعي، فاقول له كرييت لير واخليها temporary واسميها مثلا ST وهختار هنا انها من نوع البولجن. اوكي، فهيبدأ يعمل لي كرييت لي اللير ديت. اقدر ان انا اضيف اي برج انا عايزه اهو بالشكل دوت. طيب انا عايز ابدا اقسم، فلازم اعمل سيلكت للحاجه اللي انا عايز ابدا اقسمها، فاختار ان انا اعمل سيلكت لدوت واروح هنا الايديت واقول له ان انا عايز اعمل ايديت للجيومتري والاقي سبليت. تمام، طيب سبليت هبدا اقسم. طب خلي بالنا ان هبدا اقسم واخد الخط من هنا لهنا وهرجع تاني وادوس رايت كليك عشان انفذ. ايه اللي حصل؟ قطع الجزء اللي معموله سيلكت، يبقى الشغل كله على الحاجه اللي معموله سيلكت. اي حاجه انا مش عاملها سيلكت مش هتتاثر. طيب خلينا نختار مثلا، هقول له كنسل وابدا اختار تاني اهو. اخترت اللاير ديت واقول له اديت واقول له ان انا اديت جيومتري سبليت اهو. ممكن خط واحد مش لازم كتير كده. رايت كليك بدا يقسمهم لي بالشكل دوت، واقدر اعمل سيلكت للجزء ده او الجزء ده. طيب بعد كده عايز اعمل دمج، فاعمل سيلكت على الثلاثه دول واروح قايل اديت اديت جيومتري واقول له ان انا عايز اعمل ميرج. فبيقول لي انت عايز تعمل ميرج لايه للحاجات ديت، فبقول له اوكي.